السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم يا شباب بحلقه رقم 14 من لعبه مترو اكسودس. شوف قبل ما نبدا اضغطوا زر اللايك سبسكرايب وخلونا نكمل يا شباب. بسم الله. طيب يا شباب قبل ما نكمل اكيد لازم نقوي اللي هي يا شباب الاسلحه حقتنا، نشوف بدنا نقويها او يعني الرصاص ضروري، يعني الرصاص اهم شيء. يا الله ما يمدي اسوي كثير. والله شباب ما يمدي اسوي كثير. والأسلحة ما يمدي أضيف أي شيء عليها زي ما أنتم شايفين، فخلاص يعني راح نكمل زي كذا إن شاء الله. نلاقي رصاص يعني خلاص مدان، يعني ناخذ رصاص قدام، نلاقي طايح الأحسن اللي معانا دحين ما هو مرة كثير، فخلاص خلونا دحين نكمل. بس خلونا نتأكد ما في شيء ناخذه. خلاص أيوه ما في أي شيء، في شيء هنا كنا نشوف دوبي شيء. خلاص ان شاء الله كذا احنا بالسليم. خلونا الحين نروح مهمتنا بينا من هنا. Are you ready؟ السلام على صلاح جديد. Remember why we are in this. The life of my daughter, your wife is in your hands now. Now go. خلونا نولع النور. ادري القناع اظن هنا مو لازم احط وهذا. طيب هذا بس الكهرباء، ايش القناع؟ طيب ان شاء الله خلاص القناع ما نحتاجه هنا. هذه باينة المهمة يا شباب، راح نلعبها يعني لحالنا. يعني المهمة الماضية صراحة يعني مع اللي هو القائد يعني ساعدنا صراحة يا شباب بشكل مرة كبير. طحت انا كذا، اطلع اطلع على تنكبنا اطلع. فهذه المهمة يا شباب راح نلعبها لحالنا. فالله يستر في طريق من فوق، كنا في طريق هناك كمان. خلنا بس نشوف ايش فيه. طيب هنا ما في باب يا شباب، معناته خلاص طريقنا باينه من فوق. بس كنا شفت صندوق هنا. يا السلام عليكم زبطونا. ايوه نعشك والله مع انه مو مره كثير، بس ان شاء الله انه يكفي الرصاص. يا سلام. ناخذ الاشياء اللي هنا كمان. يا الله والله سامع صوت وحوش، فانا راح نواجه وحوش دحين. طيب طيب يا شباب بين طريقنا سيده. ويلك شايفينهم؟ ما شفتني. طب كيف شفتني من هنا؟ تمزح انت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلوني احط السلاح ذا واحاول اخذهم على الهادي. اي هادي يا حبيبي، اي هادي، شافني الله ياخذه. اوكي قتلته الحمد لله. فين خيانه اللي معاه؟ طيب طبعا عندنا واحد هنا. خلاص هو جاي، بس عشق. أنا كم خيس أطلع. يا سلام جبتها فيه. أنا بس أجي أشوف في شيء هنا. طيب طيب خلاص ما في شيء هنا شباب. يا سلام في شنطة هنا عبد العزيز كنت بتسيبها. الحمد لله أخذناها. يا الله هو لسه في وحوش كمان. خلونا أطفي النور ذا اللي نكبني. خلونا ناخذ السهم اللي حطيته بداه. هنا ممكن في اشياء نستفيد منها. معقولة هنا ما في شيء؟ هم من فين الطريق يا شباب؟ حاطين لي اكثر من طريق هم. هذا باين كم مطعم هنا. خلونا نروح من هنا باين يا شباب طريقنا من هنا. كاني شفت صندوق. لا والله يا الله باين الجهة اللي راح نروحها فيها وحوش. طب وقف انت وهو، تعالوا لي. طيب انا عارفين كيف يا شباب، ما ابغاهم يجون كلهم سوا. انا حتكون
مشكلة، أفضل شيء يعني تاخذهم واحد واحد. الله يستر من قربنا منهم. فوقونا. والله شكله طحت هنا مشكلة. لا فينك فينك. لا 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 مو ذا اللي نبيه. تعلي هنا تعلي هنا الله ياخذك تعلي هنا. لا كيف ما جت فيه كيف ما جت فيه. والله الحالة صعبة يا رجال. حسبنا الله ونعم الوكيل يا شيخ. والله يا ضيعت رصاص كثير. انا اشوف اني اموت افضل يا شباب. صار رصاص ضيعته مرة كثير. فارجع دحين من جديد يا شباب ان شاء الله راح اقتلها. طيب طيب احنا لازم ننتبه يا شباب. قنابل خلينا نشوف بدنا نسوي. والله يا شباب ماني متأكد. انا الرصاص بدنا يغيره. نشوف كذا. انا غير الرصاص حط الرصاص القوي ذا. تخيلوا من بداية اللعبة يا شباب دوب يعني سوي الشيء ذا. كان شفت شيء دوبه. يا السلام. في عندنا سلاح هنا. خلوني اشوف يعني بدنا ناخذ مكان الرشاش ذا. حلو حلو حلو. والرصاص كمان صار كثير الحمد لله. طيب 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 انقص. خلنا نحط السلاح ذا افضل سلاح. يا الله طحت هنا بس ان شاء الله ما هي مشكلة. القنابل الله يرضى عليك حط القنابل. اطلع اطلع يا ابن الذين انت هو اطلع. طيب طيب احنا اول واحد بيجي هنا. ابلع ابلع المخيس. طيب هذا اول واحد قتلناه. لسه لسه فيه هو فيه. الله عليك يا شيخ. اشرد 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 اشرد. فين فينه اخي عشق من بدري قايل لك عشق. خلاص قتلناهم الحمد لله ان شاء الله قتلناهم. ويلك لسه فيه. حلو حلو قنبلة رميناها في مكان مرة صح. على فين على فين ابن الذين ما تروح اي مكان. والله لسه فيه. كيف رصاص ان شاء الله انه يكفي. لا هذا ما مات ما مات. اوكي كذا مات. ويلك في واحد. عالج نفسك عالج نفسك عالج نفسك. الله ياخذ ابوك يا شيخ. اللي بعد اللي بعد اللي بعده. لا ما مات. الله ياخذ ابوك يا شيخ. هديه 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 يا شيخ سريع. خلوني اعالج نفسي. يا الله لسه فيه. ونطلع على فوق الله ياخذهم. ركبنا الذين لا حول ولا قوة الا بالله. طيب قتلت ذا اللي هنا. والله اسعافات ما بقي معانا كثير. خذ يا ابن الذين خذ. يا ناس انتم ما تخلصوا انتم. الحمد لله. والله كذا خلصوا. خلينا نشوف يا شباب مدري نسوي اسعافات. ان شاء الله مداني. يا سلام عليك يا شيخ. خلينا نسوي كويك سيف كمان. طيب طيب باين هنا ممكن نسوي شيء. يا الله ما مداني ليه؟ ممكن في شيء تحت لازم نسويه يا شباب. طيب خلونا ننزل من هنا ان شاء الله عاد خلاص وحوش ما في. يا سلام عليكم. والله الشنطة دي كانت مليانة رصاص الحمد لله. دون الدون ذا كله. و
والله باين في شيء اسويه هنا يا شباب. نخلي الباب اللي ورا ما بدنا نفتحها. طيب هنا طريق مسدود، ما في اي طريق من هنا. اوكي خلونا ناخذ الشنطه دي. حلو حلو، خلونا نغير سلاح، هذا افضل سلاح يا شباب. السلاح ذا اللي دحين معايا صراحه اشوفه افضل سلاح باللعبه. خلينا نطلع على هنا. والله شباب مره ظلام، ماني شايف زين كذا، كانها منطقه ثانيه. ايش عندنا هنا؟ ويلك الظلام. انتبه انتبه انتبه، هنا ممكن في شيء اسويه. والله ماني شايف اي شيء يا شباب. خلنا نطلع على هنا. هي البوابة ذيك ما تنفتح يا شيخ. انتبه يا شيخ، والله الظلام مرة قوي. خلونا ارجع لها اشوف ممكن في شيء انا ما سويته. هنا كيف اجي القطار ذا؟ خلنا نجرب دحين مرة ثانية. طيب انه كذا فتحنا اعتقد زي الطريق. اها من هنا صار بدنا نعدي. الشنطة دي ممكن اخذها؟ والله ما اظن يا شباب. طيب طب خلنا نكمل دحين. الله يستر، شكله في وحوش هنا. يا ساتر شو المكان ذا. ناخذ الاشياء ذي. اها لازم نطلع القارب. خلونا بس دقيقة شوف ولع النور. ايوه كذا افضل. يا ساتر هذا ذا في شيء بالموية يا شباب. الله يستر شو. حيه كانوا شي علينا. يلا يلا خلاص قربنا احنا من المكان اللي نبغاه. بغينا ننزل هنا مع انه كانه في طريق سيدة يا شباب، بس ما ادري الصراحة ممكن هذا المكان لازم ننزله. ننزل هنا نشوف ايش فيه. لا احول ولا قوة الا بالله. خلونا نجهز السلاح انا ذا. لا حول ولا قوة الا بالله. وي شفتوا اللي يسحب ذا؟ انا اسوي شيء. هذا ويلك ويلك. بس هذه اخرتها. طيب طبعا ما راح نقتله عشان نضيع الرصاص حقنا. خلوني امشي بس اسوي الشيء المطلوب اللي هنا وامشي. يا الله يا الله، لا يا ساتر استر ايش الاشياء ذي. طيب طبعا لازم ادخل من هنا. فين خلونا ناخذه.
يا السلام، راح ابن على سلاح مره قوي. ناخذ القطع حقت السلاح ذا. هلا ولع النور، ولع ولع. قاعد يصبطوني بالرصاص يا شباب، الله يستر. وين الوحوش هذه كلها لدحين؟ راح نواجهها ونشوف الاسعافات ماذا نسوي. ايش فيه؟ خذ لك خذ لك خذ لك. والله شو ما ادري طريق بالضبط من فين. هو في شيء قاعد يطلق علي. الطريق ان شاء الله من هنا. يا لطيف يا لطيف. اح انت جيت انت. ما معي قنابل، ما معي قنابل. لا ويلك، رصاص ما بقي. حالتنا صعبة والله، حالتنا صعبة. غير اسلح، غير اسلح، غير. خش من هنا، خش. انا جيت من هنا. اطلع 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 اطلع، بس اطلع خلينا نشرد. انا طريقنا السيدة هو اصلا. شرد شرد من المكان ذاك. الحمد لله ان المكان اساسي شباب مو هناك. والله كم مرة مكان خطير. بعدنا طريقنا السيدة. والله كنا شايف شي بالموية هنا، الله يستر. هي هي هي، قربنا نوصل. ويلك هذا يا ده. امشي امشي امشي، قاعد رش علي هذول. امشي بس. خذ لك خذ لك خذ لك من ده، خذ لك. يا الله والله شو ماني شايف زين. امشي امشي، خلاص قربنا نوصل. خذ لك خذ لك من دار، تموت علينا. هي هي هي، خذ لك. طيب خذ لك القناع، خذ يا حبيبي خذ. الحمد لله. هي اوه، الطريق ذا فين نهايته؟ يا ساتر استر. هي هي خلاص طلعنا. ويلك هذا ده، اثنين مو واحد. طيب طيب باين بوبك، لازم كبر اللفة. ويلك هذا اللي جانا. يا ساتر. اشرط اشرط، طب اشرط اشرط. طلع لي على القارب كذا. سوق ابن الحلال. حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا شباب الحالة صعبة. كانهم دولي والله. انا ما ادري ليه ما يسوق القارب هو. خذ خذ لك شباب، ما اظن ما يسوق. وفي صوته. ويلك ذا سحبنا. ونقطع عليه دحين ولا كيف؟ ونخلنا ولا النور. وممكن لازم انقز على القارب الثاني. لا ان شاء الله يطلع على القارب الثاني. والله رجع لي على القارب ذا. طيب طيب الحمد لله اخيرا جات مدني سوقه. امشي امشي بس امشي. الحمد لله ما حطموا لي القارب.
يلا يلا يلا، يا ساتر يا ساتر، الأشياء دي لسه فيه. والله شباب الحالة صعبة، كمان الأكسجين اللي يعني اللي معي ما هو مرة كثير. أمشي أمشي ليه ما تمشي؟ أمشي يا شيخ، لا توقف، أمشي. طيب طب الحمد لله، خلاص الحمد لله، ننزل ناخذ الأشياء دي. ولع ولع النور، ولع. يا سلام، ادوني اكسجين، ادوني رصاص كمان. طيب طيب، طريق قريب من هنا شباب. اجري 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 سريع، اجري. ويلك ويلك، اجري اجري. يا الله، طيب طيب، طريق من هنا. ويلك، ماني شايف ساعة. هي هي على فوق، سريع. أح خلونا خلونا نعالج سريع. يا ساتر الحشرة ذي. طيب طب هنا في أشياء، خلونا ناخذها سريع. خذ 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 الأشياء ذي، خذها. طيب طيب، طريقنا بين من هنا، نسحب هذي ونشوف ايش يصير. يا صرنا نعبر. السلام عليك، ايش في هنا؟ والله كانه جادوا بشي. والله ما في شي، خلاص خلينا نمشي بس. طيب الحين الطريق من فين؟ والله يا شباب ماني متأكد من فين. خلينا نسوي كويك سيف. ايش عندنا هنا؟ ان شاء الله ان طريقنا صح من هنا. خذ خذ بسرعة واشرد. ويلك ويلك، حوه، انتبه انتبه. والله هنا ماني شايف شيء يا شباب، ما في طريق من هنا. يا ساتر، مشكلة الحشرات ذي ورايا. صدق الطريق شكله مو من هنا. طيب خليني اجيب الرصاص. ويلك اسعافات، ما ادري ايش اسوي. طيب خلنا نشوف السلاح ذاك، انه مدار قوي. يا سلام يا سلام، ادوني الدام، يمشي عند الدام. جانا يا سلام، كان ذخيرة كي تصير اكبر. يا سلام، ادينا الاشياء ذي. نشوف كيف الخريطة. إلك والله لسه المكان نبغاه بعيد. طيب طب طريقنا من هنا يا شباب، ما طلع الطريق الأساسي، إن شاء الله مصح من هنا. خلونا نغير بس، خلونا نغير السلاح. السلام عليك، فين والله ماني شايف اي طريق دحين. هذا 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 اللي يطلق علينا. طيب طيب، خلنا ناخذ الاشياء اللي هنا. والله كنا شفت دوب شيء هنا. سوي سوي كويك سيف بس سريع، اشرد سريع. يا الله الاشياء دي. طيب طيب، خلنا نسحب دي، فين هي؟ والله ما ادري ايش اسوي هنا. اها، هذا اللي اسحبه. طيب ايش سويت انا دحين؟ اه صار ما ادري اعدي. والقارب بس نزلناه. يا الله، والله شباب لازم اسوي اسعافات. طيب طب خلنا نرجع لهنا.
شغل بنور شغل. سريع 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 ان شاء الله بدنا نسوي اسعافات اقل شيء واحده. يا سلام خمسه سوينا الحمد لله. حخاف اروح القارف اسوي كفك سيف يا شباب احتياط. طيب هذا هو القارب. اظن دحين شباب طريق رسيده. يا الله الاشياء دي. الله يستر ان شاء الله ما تهجم علينا. اي لك هاي كثير. يا الله. طيب طيب ما يبدي لي اشق القارب. قولوا لي اقعد كذا اطلق عليهم شويتين. ارجع 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 سريع. خلونا نحط السلاح ذا. لا يا الله. طيب طيب بدأت احنا سوق الحمد لله. هيا انا عالجه بس. هيا هيا سريع سريع. اعتقد يا شباب انه لازم ندخل مع الكهف ذا. ان شاء الله دخلنا من هنا خلاص ما تجينا ذي الاشياء الزاحفه. يا سلام شايف نور هناك. ان شاء الله شباب خلاص كذا نطلع من المكان ذا مره واحده. هي هي بطل قرب نطلع. ان شاء الله ما يطلع لي شيء على خير. هي ويلك ايش فيه. خذ لك خذ لك خذ لك طب خذ لك خذ لك خذ لك. نسيت اقرع مره واحده. الحمد لله كذا تمام ان شاء الله. شوف ايش قاعد يصير قدامي انا. شوف هالاشياء تطير كذا الله يستر. يا لطيف ايش قاعد يصير. صدقوا يا شباب شكله يتحلم. آه شوف حتى انا اختفت. يبا انه كان اتخيل. احنا الشيء اللي ادانا اياه اللي هو القائد يا شباب على بالي انه سلاح. طلع ممكن زي الدواء. طيب طيب الحمد لله. عدينا من المكان هذاك. يا الله ايش بو كذا ما يشوف زين. والله شباب ما ادري ايش فيه. هذا ايه ده؟ والله يا شباب ما ادري ايش فيه. طيب طيب ممكن لازم اطلع على فوق من هنا. خلونا خلونا اتبع النور بس.
طيب من هنا والله ما ادري من فين اطلع يا شباب. طيب ترى الشباب طريقنا الصح من هنا. هي على فوق على فوق. اي لك ايش الكشافات ذي؟ خلنا نشوف كذا مكان بالخريطة. يا السلام قربنا منه. هي هي ترى شباب مو راضي يجري هو ذا يعني اسرع شيء. انا ابغى يجري بس هو ما ادري ايش بوي والحمد لله جاره. هي الحمد لله ما في شيء ورانا. خلونا نغير له هذا. هي هي ايش قاعد يصير؟ ويلك انا جوا الدبابة ذحين. وانا ممكن قاعد اتذكر اشياء يا شباب. طيب طيب خلونا نكمل طريقنا يا شباب من هنا. والله ماني شايف زين. ان شاء الله من هنا. ولع ولع النور ولع. لك من هنا ما في طريق يا شباب. والله حتى على فوق ما في شيء. ممكن لازم نرجع. اها الطريق من هنا. طيب في عندنا باب هنا. باب ذا مقفل. والله لازم انتبه يا شباب. الاكسجين اللي معاه ما هو مره كثير. طيب طيب ان شاء الله كذا ماشيين صح احنا. اوه من هنا بايب. اكيد في احد مع اكسجين هنا. احسن اللي معاه يعني مو مره كثير. طيب طيب بابنا مقفل. خلينا نمشي بسرعه بس ما في اي شيء اخذه هنا. في صوت احد يكح يا شباب. كنا شفت شي دوبه. ايوه الحمد لله. لازم انتبه والله الشيء لازم اخذها. مدري ايش بقول. يولع النور هذا. والله شباب ذول يدوبه مدري ايش هو. خذ خذ طلع شي دوبه. اوكي الحمد لله. هنا ايش فيه هنا؟ طيب طيب خلنا نجي من هنا. تصدق يمكن النور لازم ما يجي علي. ما ادري ليه اتوقع صراحة. ايش قاعد يصير؟ الله يستر ايش قاعد يصير. امشي امشي امشي. هنا ما في شيء. والله ما في شيء اظن. طيب طب خلنا نطلع لفوق. طيب طريقنا من هنا. أرديو،
شوي خلينا نغير الفلتر. نشوف الباب ده ممكن نروح منه. هذا مو باب حتى عبد العزيز امشي بس. والله النور ده مدري شارجته يا شباب. خلينا نمشي بس. ما في اي طريق من هنا. من هنا ما في باب. كيف ما في طريق من هنا؟ ها الا فيه. هي هي طيب نحن طريقنا باين على فوق. هي هي مع السلم. يا الله هذا ما مات لسه ولا هذا واحد ثاني ذا. يا صوت هذا باين على واحد ثاني. ويلك ويلك. أتقول راح نواجهه. والله شكله راح نواجهه يا شباب. وين عليه متعافي الله ياخذه. طلق عليه طلق عليه اطلق عليه. السلام عليك. طب الفلتر اللي معانا ان شاء الله كفاية. حلو 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 حلو. بداية حلوة يا رجال. بس المشكلة مات. مو معقولة. يا السلام. والله يا شباب ما ادري كيف بس الحمد لله مات. خلنا ناخذ نكمل الطريق بس. ايش الظلمة ذي؟ ايش الظلمة ذي؟ السلام شغلنا المحول ان شاء الله الكهرباء دحين تيجي. حلو حلو. ايش فيه؟ كانه في احد معايا هنا. طيب طيب ان شاء الله طريقة صح من هنا. ممكن اعدي ممكن اعدي. الحمد لله عديت. خذ لك طب خذ لك خذ لك. افتح له طب افتح سريع. الحمد لله فتح الباب. هي خليني اسوي كويك سيف بس. يا سلام يا شخص البطارة. الحمد لله في شيء كمان هنا. حلو. ها هذه غرفة بس. هذه غرفة كذا بس. مو معقولة والله شباب شكلها غرفة كذا بس. ها لا والله الطريق من هنا. أنا مو معقولة من هنا. آه في غرفة ثانية هنا الحمد لله. أنا جيت من هنا. أنا جيت من هنا. وذا دوبي قتلته هنا. خلينا نشوف الطريق كذا بالخريطة فين. والله أنا على أساس بالمكان المطلوب بالضبط. بس ممكن تحت يا شباب. آه الطريق على فوق الحمد لله. هي ناخذ الأشياء اللي هنا. طيب طيب هاي طريقنا صح من هنا. خلونا نشوف يا شباب بدنا نسوي اللي هو الفلتر. وكل شيء واحد الحمد لله. هي باقي عشان يا شباب نخلي الإسعافات. طيب طيب خلونا نشرد خلونا نشرد. لا هذا في ذا. خلينا عدي خلينا عدي. شكرا شكرا. هيا هيا هي الطريق باب من هنا. غير غير الفلتر غير. والله شباب ما شايف اي طريق. الباب ده مقفل طبعا. يا سلام الحمد لله طريقنا صح. طيب هنا شو اسوي؟ اه بس شيء اخر الحمد لله. هي
ساتر ايش فيه هو كل شوي يوقف كذا. هيا هيا بين الطريق من هنا. ويلك هذي انا بس لكنه اكيد يتخيل. خلونا خلونا نكمل الطريق ان شاء الله انه من هنا صح. دينا دينا اللي معاك انت دينا. خلونا خلونا نشوف اسوي فلتر واحد اقلها يعني. شايف في وحش قريب. انا عالج نفسي. عالج نفسك سريع. خلونا نشرد من هنا بسرعة. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله جبت الطريق صح. حلو 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 من هنا. يا سلام بني جبته صح. والله شباب صدفة صراحة ماني متأكد كنت. يا سلام اخذنا الفلترات هذي كثير. انا بس اشوف الطريق من فين. طيب طيب صح صح من هنا. يا الله هذا لسه فيه. طيب طيب كنا مو شايفنا. اثنين اثنين يا مسلمين اثنين. يا السلام هم تصدقون بطريقتين يموتوا. حلو حلو بعدين اقتلك انت تعال. بقي لك طلقة. من بقي لك طلقة؟ لا ما بقي رصاص ما بقي رصاص. طيب طيب ان شاء الله ما بدا يدخل هنا. سلام شغلنا نحول ذا. ها قال لك ما يبدي يدخل هنا. عشق عشق الله يرضى علينا وعليك. عشق عشق. طيب حط لي سلاح الثاني. حط لي سلاح الثاني سريع حرام عليك. يا الله اح ما مات ابن الذين. طيب طيب الطريق ان شاء الله صح من هنا. ما في شيء خلنا ناخذه سريع سريع. خذه خذه الله يرضى عليك خذه. طيب طيب خذه اللي هنا. خليني امر خليني امر. يا سلام هي شغل شغل شغل. خذ لك خذ لك. طيب خذ لك. علي نفسك علي نفسك. انا دحين فين اللي فتحت الباب؟ والله يا شباب ما ادري فين ان شاء الله. اها بوابة ديبان جديدة. يا عبد العزيز من جديدة مش شبش. هنا في شيء؟ لا لا تقولوا لي راح يشكوني هنا. ناخذ ذي الحمد لله. طيب طيب الطريق اللي راح اجيبه ان شاء الله. طيب طيب من هنا من هنا ان شاء الله انه من هنا. يوه تمام الحمد لله. You didn't find me with my love. It's all right. I know you tried. I'm waiting for you. I want you. You are here. So nice. طيب طيب خلنا نكمل طريقنا. خلنا نشوف البداية هنا ايش فيه. ما في شيء. طيب ما في شيء هنا شباب.
السلام. هذا ان شاء الله دول انا روقنا يا اخوه. طيب طيب ان شاء الله خلاص جبنا الدواء. اديه 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 اديه. مشرد احنا بس. خذ الدواء خذ الدواء اهم شيء. اديه يلا 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 سريع. والله ضمان لنا ننقص. إن الذي نسيبنا بحالنا. السلام. هي 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 Alive! I thought I was all alone again. Get up, quick! He's asleep. Better leave them be when they get like this. It's just a straight drive from now on. He tried to teach me to drive, but he just died like this. طيب طيب شوف خلنا نسوق دحين. الحمد لله شوف احنا خلاص صار معنا العلاج. كل اللي علينا بس نروح نودي الآن. انتبه والله ماني شايف زين مع الظلام ذا.
cars. It's the moon. So beautiful. So many new things. اوكي قربنا نوصل من المكان المطلوب. بنلف من هنا. لا والله السيدة لسه هي. والله الصراحة شباب القائد يعني ما ادري ايش صار عليه، هو نايم ولا ايش صار عليه ولا مات؟ صراحة ما ادري القائد بالضبط ايش صار عليه. ايش في؟ ماني شايف ايش في دحين. والله يا شباب ماني شايف زين. طيب الحمد لله عدينا. Careful, everyone. He got irradiated badly. And I couldn't even get a reading on the colonel's body. The counter goes off the scale. Hold on, Artyom. We'll fix you just fine. How could this happen? Focus, Katya! What do we do? Tell us! An emergency!
emergency transfusion. We must give him as much blood as we can. Transfusion it is then. Will it save him? It will. Keep him alive for a little longer. As long as there is blood. What's his blood type? AB positive. We could give him any type. Get everyone here. Don't go to sleep, Arthur. You can't go to sleep. This isn't your destination, Artyom. You're not there yet, not even close. It's not your station, it's just a dead end. Not your goal. Can you hear me? There's just not enough of us left. Not enough. Artyom, please. Please, don't leave me. I don't need any medicine. At this price. Yes, I will live now. But what good is life without you? Stop it. Don't say such things, Anna. You saved her, Artyom. You did save her. It was not for nothing. She will live. Don't you get this? That's true. Oh. That's it? He can't give anymore, can't you see? We're all out of blood. Anna, you really should rest. My dad is gone. Don't leave me too, Artyom. Recognize me? It's me, Eugene, from the exhibition. And to think I've been waiting here. Some best friend you are. You had some other fate, Thor. A greater one. I remember when you were but a boy from the exhibition, dreaming of one day remembering the face of his mother. Was that why you opened the airlock at the Botanical Gardens? Look at you now. I'll be returning to the metro soon. But you... The sun never rises here, Artyom. You can't stop this train. Can't ever get off it. There are not stations in this world. He who has enough courage and patience to stare into the darkness for his entire life shall be the first to see the flash of light. Remember that? Why then? Not enough patience. So what if there are no stations here? Who'd want to stop anyway? Come on, you hunk of iron. Pick up some speed. We'll shake this place up. Make all the dead look alive. Well, it is time for me to leave. And you...
tell everyone I said hi. I'll give your regards to whoever I see back home. Forget him. Come, I'm making you chief mate. We're in for a long voyage, an eternal one. I'm going to need some help. So what are you waiting for? An apology? Not likely to happen, Arkham. Everyone does what he must. A soldier's duty is to shoot the enemy, not ask questions. You did what you could. I did what I could. And we did it all right. We gave it all. Let the living sort out the rest. Hey, what's that? This is weird. The first time I saw anything like that here. Look, how about we try to stop this thing, huh? Give me a hand! Come on! Well, Artyom, go take a look. You can leave the ship for now. Not fair. We found a place to be happy, and now you leave? We couldn't have the life we dreamed of, but you went and gave up everything for me. I hate you for that. I hate to see you go. I hate to stay here alone. But I will, because I love you. I love you so much. Goodbye, Artyom. يا سلام صراحة يا شباب، اللعبة مرة كانت جميلة، والنهاية صراحة يا شباب كانت مرة حزينة صراحة. يعني خسارة نهاية اللعبة، يموت أرثيوم ويموت القائد اللي هو يعني يصير أبو أنا، فكلهم ماتوا صراحة. فصراحة النهاية جدا 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 حزينة صراحة يا شباب. يعني اللعبة كانت جميلة، يعني ما أدري صراحة شباب، كنت صريح معاكم ممكن مو اجمل لعبه مترو لعبتها، بس لكن برضو يعني تظل يعني لعبه جميله. المهمات الاخيره صراحه كانت مره حلوه، ويعني كلها صراحه شباب اللعبه على بعضها ما كانت سيئه، بس انا صراحه عني يا شباب اشوفها ممكن مو احلى لعبه مترو لعبتها. طيب يا شباب كده وصلنا الى نهايه لعبه مترو اكسودس، وصلنا الى نهايه السلسله. اتمنى يا شباب انكم تخفف عليكم، واتمنى يا شباب انكم ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب تدعموا اخوكم. أنا بإذن الله يا شباب أشوفكم في سلسلات قادمة وفي ألعاب قادمة. كان معكم أخوكم عبد العزيز يا شباب، وفي أمان الله يا شباب. I'm out. Peace.